لكن ده انا عارف ده اسمه اكشن بلان، اكشن بلان صراع سلطه. هو صراع. طب ما هي الانتخابات صراع سلطه يا استاذ عماد، يعني انتخابات دلوقتي، احنا في تدخل حكومي واضح. اذا اللي يهم المشاهد دلوقتي حاجه واحده بتتعمل في الرياضه النهارده، ان هو النيل من تقرير المصير. استاذ عماد، موقف الاهلي احنا، انت مكمل في اجراءاتك وهتتجاهل اخر العالم. ها؟ لا اخر العالم، لاخر، وهتتجاهل الخطاب اليوم. مجلس اداره يا استاذي، اللي بتقول مجلس اداره النادي الاهلي الكراسي، يا اللي شخصيه رياضيه كبيره بتقول اصلك خايفين على كراسيهم. مين اللي قال كده؟ بس ما هو قال كده؟ لا علاء مشرف قال كده يا استاذ عماد؟ لا 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 لا، لا اعلى اعلى شويه على كده. ايه مستويات عليا انت بتلخبطنا والله، اصلك عمال يبوظ الانتخابات عشان يقعدوا على كراسي. ماشي، احنا قعدنا 3 سنين في 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 حرب. انا بس انا 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 في النادي الاهلي من سنه 62 ما شفتش اللي شفته ده. ليه؟ ايه السبب؟ طيب مين عاوز يرجع مكان مين؟ ومين مش عاجبه مين؟ ليه؟ ده احنا كنا بنقف ورا الناس، وانت تعلم تماما من سنه 76 يا استاذ عدلي ازاي كنا بندافع. ما هو ده اللي بقوله للناس، عمر ما كانت الانتخابات خناقه، عمرها عمر الانتخابات في النادي. تحاورني يقول لك ايه؟ لا تبعت له جواب، يطلع لك قانون بجواب. ثواب، ثوابت ايه؟ وانا بعمل لك كشف هيئه؟ لا يا فندم، لا 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 لا. وانت انا صعبان عليا بتوع اللجنه الاولمبيه ان هم ما لهمش قرار، بيملى عليهم حاجات يبعتوها دلوقتي مجلس الشعب على اساس ان في الانديه الشعبيه والجماهيريه. اللي فندم ما بعتش دعاوي. مين اللي هو مين؟ وسام حطب وزير الرياضه. وسام حطب ما جاش، اللي هو بيقول لك اللجنه الاولمبيه بتترفض، اللي كان بيرد علينا الوزير. والافندي اللي طلع يقول لك لو بقفلوا النادي، وانت تقبل على النادي الاهلي يا عدلي؟ اللي هو مين بس؟ الاستاذ ابراهيم المنيسي. لا طبعا، عضو مجلس الشعب، عضو البرلمان. لا طبعا، عضو البرلمان. اه وده ما انت رديت عليه يا عماد. جيبوا 12000 يا عماد، ما انت رديت عليه. طيب خلاص، ما هو ده احنا ردينا عليها في وقتها يا استاذ عماد. ما فيش حد يتجرع. لا 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 لا، احنا ما ردناش على حد، واحنا مكملين في 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 قرارنا، ومش خايفين على الكراسي زي ما بيقول الافندي بتاع اللي بيطلع ينال مننا كل يوم. واحنا عارفين ازاي ندير مؤسسه زي ما قدرناها بما يرضي الله. النادي الاهلي ما حدش اداله حاجه، والله الاهلي ده كل بالظبط كده. كنت بشرف ان انا مجرد عضو في النادي الاهلي، وما زلت اشرف ان انا عضو جمعيه عموميه في النادي الاهلي، لكن انا ملتزم بحمايه حقوق ومصالح من اولوني سقطوا. غير كده ابقى انا راجل فعلا طمعان. أنا سهل قوي إن أنا أجاري الأمور، سهل قوي إن أنا أفيس الأمور وأوصل لتفاهمات، لكن مش هيحصل ده. مش هيحصل. إذن ودي جملة. أنا آسف إن أنا استهلكت وقتكم. لا 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 أبداً. أنا نقتل الدكتور علاء يطلع يكمل الأسئلة بتاعته. تمام، نحاول نجيبه تاني يا أستاذ عماد. شكراً جزيلاً للأستاذ عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعتقد أكد على تمسك مجلس إدارة النادي بالإجراءات التي سار فيها بشأن الدعوة للانعقاد. لما ردت على طلب النادي الأهلي نعم. وقالت إنها بترفضه. لو في فرصة يا جماعة للدكتور علاء مشرف تاني. يعني مستحيل من نعم. المقرر قانونا أنه لا اجتهاد مع صراحة النصوص القانونية. ده اللجنة الأولمبية بترد على الأهلي بتقول كده. أنا موافق، لا اجتهاد لقيت إيه مع صراحة النصوص القانونية.